شوفوا هذا رشالي بوشعيب الدكالي حدا وفا بانك كما كتشاهدوا. هو هذا يا الزنقه 46، انا راه بحال الفرح اليوم. انا ما غاديش نعرف كل واحد منين غادي يدخل زعما كينيت. انا فضلت نوريكم على شارع بوشعيب الدكالي، راه معروف هنا في حي الفرح ومشهور. انا غادي نقول لكم كل الطرق تؤدي الى الزنقه 46 هنا في حي الفرح، اللي ما غادي نديكم عند افخم الاثواب هو اثواب محمد. هو رسميته محمد، ولكن هنا الجيران ديالو الاصدقاء ديالو كيعيطوا له حموده. مرحبا بكم فيما كنتو. وبالضبط هو الجار ديال اثواب بدر، هما راه حدا كاع الا تلفتو ما عرفتوش. رقم التليفون هو هذا اللي منزله انا في هذا الفيديو هذا، وما يكون غير خاطركم. ما شاء الله والله اكبر. بالنسبه للاثواب ديال محمد او حموده، راه انا كنعرفو من شحال هذه، من ايتها زمان. عنده الاثواب ديالو زوينه بزاف، والاثواب هادو ديال برا كلهم اللي كتشاهدو ديال برا. هو مشهور بزاف بزاف، كيجيب الاثواب ديال اللولا وكيجيب الاثواب ديال الجين. الجين طايح، وهاد الاثواب في الحقيقه ما غاديش تجبروهم دالعين بهاد المنطقه هادي. غادي تكونوا نتوما بحال نتوما بوحديتكم خديتو هاد الثوبات هنا، ماشي كل واحد لابسهم يعني. وحنا العيالات راه كنبغيو نكونوا شي شويه مميزين. وبالنسبه للاثمنه راه ابتداء من 30 درهم، اغلى ثوب غتلقاوه 50 درهم 60 درهم المترو. وحتى نتوما ما يكون غير خاطركم، هو الله يعمرها دار وراجل راه درويش. شوفوا لي هاد الاثوابات كيف دايرين، اللوانات ديال دومي سيزون. وما تنساوش ثم ما تنساوش، راه هاد الفيديو راه بدون مونتاج، غير قبلوا عليه وصافي، قبلوا هادشي اللي عطى الله السوق. راه ما غيرت فيه حتى شي حاجه، خليته كما هو. شفتوا لي ثوبات زوينين بزاف بزاف. وانا خديت الثوب ديال لولا، من غادي يوجد لي غادي نديرو جلابه ان شاء الله، ما غيوجد اكيد غادي نبارطاجيه معكم. نتوما عارفين الخياطه ديالي، الخبر في راسكم. السلام عليكم خوتي وخواتاتي واعزائي المشاهدين ديالي والمتابعين ديالي، مرحبا بكم والف مرحبا. ومرحبا بكم معايا من جديد عاوتاني مباشره من حي الفرح الزنقه 46. بالنسبه للمحل اليوم اللي غادي نقترح عليكم هو ديال محمد، ما شاء الله والله اكبر. الاثواب ديال ربيع الصيف، وهاد الاثواب اللي غادي تشاهدوا اليوم كلهم ديال برا، يعني كلهم مستوردين وجوده عاليه، والثمن راه رخيصين بزاف بزاف. راه غادي نصدمكم بهاد الاثمنه هذا. بالنسبه ل الكونتيتي يعني على حساب الجمله، الا بغيتو مرحبا بكم ما يكون غير خاطركم. بالنسبه هو راه حدا اثواب بدر، يعني راه جارو غادي نقولها انه جيران. المهم بالنسبه لهاد الثوابات هادو ديال لولا، بقى حدايا باش تعطيني استفسارات. بالنسبه للجمله كما كنقول، الا بغيتو مرحبا بكم. الارساليات الا بغى شي واحد ممكن يصيفط ليه. مرحبا، ها هو قال لكم محمد مرحبا. هو مسكين راه ما مولفش بالكاميرا هكا داكشي في مواقع التواصل، معليش انا غادي نشرح لكم كلشي كما كتشاهدوا. هذا لولا ياك، من اجود الاثواب اللي شفت انني راه كندور في الاسواق. والله هاد لولا شحال كنتشوفوا شحال انهم الثوب ديالو طايح وفيه لوينات زوينين. ها انتم كما كتشاهدوا، انت راه بنتي معايا كيعيط الحموده الخياطه عيط. المهم معليش، الثمن ديال هذا 40 درهم. هانتوما كما كتشاهدوا حموده، هذا طيب 40 درهم كيبقى. واللي جا من طرفي ما يكون غير مخان. شوف الى ضروري اللي يجي من طرفي ضروري ما غادي يصايب مع الثمن ان شاء الله. هانتوما اللوينات ديالو، كاين هذا الخضر، هذا الخضر في المغزل اللون ديالو. كنعاود نقرب لكم باش تشوفوا، فيه حتى مشكل، غير استسمح من غادي ندخل لداخل راه كاين شي شويه الضو، شي شويه قليل ناقص شي شويه الضو، ولكن معليش. هانتوما شوفوا اللولان ديالو غزال، يجوا جلال بقوامج. دابا راه خارج قوامج بزاف، كاينين سراول منهم، راه لابسه انا واحد السروال ديال اللولا دابا كيتلبس بزاف. كاين هذا اللون هذا اللي داير بحال الغوز ولا اورانج. شحال فيه في العرض؟ متر ونص في العرض. هانتوما هاد اللون هذا الصفر بحال الموطارد. كاين هاد الاحمر اللي مايل شي شويه الغوج بغيك، هذا هو الكرونه ديالو. هانتوما كذلك كاين حتى هاد الماغون ديالو، هذا شي شويه غليظ الماغون ديالو، شي شويه غليظ ياك. دابا غادي ندخل لداخل، بقاو معايا. كذلك هنا غادي تشوفوا شي شويه اللون غادي ينقص، ولكن معليش. شوف قطع لي هادي هاد الخيط. دابا دخلت للداخل باش نديتكم انا من الدخله ديال الباب. كذلك هذا مغير عليه،
حتى هذا راه الاولى. قرب تجرب الكاميرا بالنسبه لهذا، حتى هو راه الاولى. شوفوا الثوب ديالو ارطيطب رطب هكايا وطايح من الاول، حتى هذا 40 درهم. هذا هو هذا 50 درهم. هذا شنو الفرق بيناتهم؟ هذا باج اللون ديالو. يلا كنت غادي نهضر على هذا اللون، كنقول لك هذا هو اللي كيتمشى بزاف. هذا ممكن يجي منه حتى كيمونو، جلابه جلابه ماويه. هذه جلابه، نتوما نقرب لكم باش تشوفوا. هذا 50 درهم المترو. هادشي كما كنقول راه كلشي ديال، حتى هذا ب 50، حتى هادو حتى هذا هو باج ولكن بدل عليه. كذلك كاين هذا، يعني غير الباج راه تحيروا واش غتاخذوا فيه. كنقرب لكم الكاميرا. وكذلك وهذا اطوال، هذا لاطوال بحال الجيم. هذا بحال الجيم، حتى هو كيجيو به جليل بات. حتى هادو يجيو به جليل بات. هذا بشحال عامل؟ حتى هو 40 درهم. هذا 40 درهم. غادي ندوز لهذا. هذا يا ندوز لهنا. هذاك بلاش نبيعو. هذاك نبيعو يا سارة. كنأكد الناس ديال الجملة إلا بغيتو مثلا شي عيالات بغاو يخدمو في ديوركم، أجيو مرحبا بكم. وتبيعو غير ديرو جروب وتبيعو في الواتساب، ما فيها بس. العيالات راه البيع ماشي خايب، يعني الواحد دخل تكون عندك صريف، عنده الاثوابات ديال برا. عرفتي شفني حم هذا بعدا، شوف كي التاو ديالو كيطيح. هذا بشحال عامل؟ هذا 30. هذا 30 درهم. هذا كنشوفو، كنت شفتو خدمين به. هذا بحال لاطوال. شنو كيمشي به؟ كيمشي به السروال الجلاب. السروال الجلاب راه شفتو معاملينهم جلاب بالحق. دابا غادي نجي لهنايا، غادي نبيع هاد الكاميرا باش انتما. دابا هذا من هذا حمقني. هذا ما شوفوا، هانتوما هنشوفوا كيف داير. هذا بشحال عامل؟ هذا 60 درهم. هكاك هذا اكيد غتنقص المشاهدين ديالي. شوفوا هذا كيف غزال. هذا لولا، ولكن لولا غادي نقولوا عليه تخي شيك، يعني زايد عليهم. لولا جيم. في الكاليتي ديال الجيم، والجيم راه كيكون واقف. هذا اللي زوين فيه انه طايح. شوفوا هاد الثوب هذا راه ما غتجبروه حتى فشي بلاصه. هذا غادي نقول لكم عليه حصري حقيقه، ما غتجبروه حتى فشي حاجه. راه ما تحقروش حي الفرح فيه. الثوابات الهوته حقيقيه. ها نتوما شفتوا كيف عامل؟ 60 درهم المترو، وما غيكون غير خاطركم ان شاء الله. شوفوا هذا حتى هويا، هادي تجي فيه شي جلابة واعرة. شوفوا هذا، حتى هذا بشحال فحالو؟ هداك 40 درهم. هذا 40 درهم كذلك. وغادي نقرب لهنايا. كاين هذا لولا اللي حبيب الجماهير، غايي معروف، والثوب ديالو طيطب. هانتوما كما كتشاهدو الثوب ديالو طايح. بشحال عامل هذا؟ هداك 35. المهم صايب لجو المشاهدين ديالي، صايب معاهم. كاين فيهم هاد ثلاثه د اللوانات هانتوما، واللي عجبني بزاف هدايا، وكيجيو به حتى قناض للرجال. القندوره كيقولوا لها القندوره ولا القندوره، المهم للرجال حتى هي كيجي، ويجيهم حتى جلال. بهذا في الحقيقه غير ننصح به الناس ياخذوهم لولادهم لرجالاتهم يديروا به قندورات او جلال، كيجي ممتاز حيت بارد حتى ما ياخذوا لهم شي ثوب سخون. هادو بشحال؟ 40. 35 درهم. خذوا اللي عجبكم، هما فيهم ثلاثه ديال اللوينات. كذلك غادي ندوز هذا، حتى هو لولا. شوف سبحان الله، غير لولا عندك فيه الاشكال والانواع. هذا بشحال؟ هذا 35 درهم. حتى هو خيط. هذاك خيط، حيت شفتو فيه الخيط ولكن فيه بحال شكل الكاروات ياك. خيط هذاك، خيط ممتاز. هذا شحال عامل؟ هذاك 30 درهم. 30 درهم. و هذا اش كيخدموا هذا؟ هذا كيخدموا دراعية تا هو. تا هو دراعية هانتوما بالنسبة للرجال. هانتوما باش تشوفوا كيف عامل. هذا بشحال الثمن ديالو؟ هذا 30 درهم. وفيه ثلاثة ديال الألوان هانتوما، كاين هاد اللون اللي فيه الخضر، وكاين هذا 30 درهم. ونمشيو لهادو من هنايا. هادو خيط؟ خيط. هادو الأثمنة ديالهم شحال؟
هذا 25 درهم. 25 درهم ولكن ماشي تحقروا ان 25 درهم. نحل هذا، شوفوا هذايا، شوفوا كيف عامل بزاف الحقيقه. شوفوا هذا الثاني، شوفوا هذاك بيو بيو، هذا خساره. شوفوا باش نقول لكم، الا جيتوا عجبتكم شي حاجه اجيو خذوا بالجمله. بالنسبه للخياطات هذا راه مبيع ولكن غزال. شوفوا شوفوا كثر يا كانت شي خياطه واعره راه غتخرج لكم منه العجب. هذا يا حتى هو هذا شحال؟ 25 درهم. انتما انا طلعت فوق واحد 25 درهم، 25 درهم. هادو كلهم خيط 25 درهم. وهادو راه كيجيو كيدير بهم حتى الصلايات، كيجيو ممتازين. كاين هذا، هذا ما نبيعوش. لا هذا كيجي، هادو يجيو حتى كيمونو، راه عرفتوا دابا ولا كلشي على ود كيمونو. كاين هذا اللي فيه هذا الفلامينغ خيط، فيه هذا، شوف فيه لاسيغون 25 درهم. 25 درهم. هانتوما باش نقرب لكم تدخلوا لي ما وريتكمش. خيط صحيح وصبن ورد ممتاز. هذا مهم ما شاء الله، والله اكبر. يعني نكمل هذا حيت عجبوني. هذا هذا شحال شحدو هذا؟ باش لا ما بغيتش نفوت على هذا حتى هويا. شوفوا كيف عامل 25 درهم. هذا جاني شمن تاو، هذا تاو بحال الحرير، هذاك مسلم مسلم ولكن طايح بزاف. شوفوا حتى هذا 25، هذا 40 درهم، هذا 40 درهم. بان ليا العجب فهمتي. هذا شوف هذا اللي فيه الفلافل، هذا خيط خيط ولكن خيط بزاف. هانتوما فيه الفلفلة حارة. وكاين هذا خلاص راه معروف ومشهور بزاف حتى هذا، ولكن مكيلقاش بلاتي. نشوفي بلاتي باش هذايا خيط حتى هو. هذا شحال؟ 30 درهم. 30 درهم. وهذا مبيوع؟ مبيوع. خلي لا 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 انا خلي بالمولاه. المولاه فن فن كيحب. بغيت نقول لكم، نهضر لكم على الجين، على اللوانات. شوفوا بزاف اللوانات. شوفوا هذا راه ديال الجين، هذا الجين، هذا القهوي، هذا هو هذا. وفيه واحد بلوسيل، وفيه واحد الزيتي غزال. ها هو كاين واحد الزيتي زوين بزاف. انا نحاول نقلب لكم حيت كاين الناس هانتوما كاين هذا الزيتي غزال غزال بزاف. وكاين معاه هذا هانتوما، وكاين هذا اللي كيكون فونسي بزاف. ها معرفتش كيبان لكم ولا لا. هانتوما شوفوا كيف داير، تاخذوا اللي بغيتو. وغير اجيو، غير اجيو ما يكون، غير اجيو ما يكون خير خاطركم. يعني هنا الاثوب غتلقاوها وت عنده دائما، عنده الجديد ودائما كتلقاو شي حاجه. غتلبسوا شي حاجه اللي ما دلعاش حتى لولا، راه ما غتلبسوش اي لولا. راه شفتوا اجود الماركه ديال لولا راه كاينه هنا. اغلى واحد داير 60 درهم بالمترو. انا كنهضر على المترو ماشي الكوبو، حيت بهذه الجوده هذا وتاخذوا هذه الثوبات بحال هكا راه يعني راه نقول ان عليها وتا. وما غاديش تجبروا عاوتاني تجين في الالوان. قليل شي محل اللي غادي تجبروا تجين في الالوان ديالهم، ولولا حتى هو في الالوان. هانتوما بالنسبه لهادو شوفوا اللي غادي نلبسوا دابا، هذا ديال الخيط وخيط طايح. شوفوا 30 درهم، 30 درهم. شوفوا حتى هذا 30 درهم. هادو صافي، هادو بالنسبة أنا اللي كنوريكم ديال اللي غادي نلبسو إن شاء الله ربيع الصيف. كذلك من وقيلا حتى هذا ما وريناهمش، هاد المنقط. هانتوما حاولوا، هذا راه فيه زواقات هنا خفافين. شوفوا 30 درهم. وكذلك كاين حتى هذا، خوتي وخواتاتي أعزائي المشاهدين، أي حاجة بغيتوها، اي تاو بغيتو راه غادي ديروا سكرين للتاو اللي عجبكم، وغادي تتواصلوا مع حماده. الرقم التليفون ديالو هو هذا اللي طلع لكم في الشاشه، غتواصلوا معاه. بالنسبه لا ليفريزون راه كيدير لا ليفريزون، ولكن الا كانت شي شويه كميه، يعني مثلا ثلاثه الكوبوات، سبعه انت وصاحبتك غتجمعوا ثلاثه الكوبوات او ثلاثه اربعه يصل لكم. شي شويه وحده كتجي شي شويه قاصح، انهم يخلي المحل
ويمشي شي شويه صعيبه دابا مع العواشر. بالنسبه للجمله اجيو مرحبا بكم، ما غادي خاصكم حتى خير، عيطوا غير عليه وشوفوا حتى واللي بغيتوا وغيخليه لكم كامل، يخليه لكم الرولو ديالكم كامل. كنأكد مره اخرى هاد الاثواب راه ما غاديش تجبروها دلعه في شي بلاصه يعني عند الناس دلعه شي بلاصه، ما غاديش تجبروا في حاله زعما كينيت، حيت هادشي ديال برا مستورد. انتما شفتوا غير الاشكال ديال اللولا راه ما شاء الله والله اكبر. بالنسبه الحماده راه معروف ومشهور، كيجيو هنا اشهر الخياطات كياخذوا من عنده، وانا خليت يعني ما نقدرش نوريكم الاثواب اللي مخليين الناس اموالهم، راه ما شاء الله والله اكبر يعني اجود الاثواب. غادي نقول لكم الى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد وتبقاو على خير. عفاكم غير ما تبخلوش عليا بلايك وابوني باش يقدروا هاد الفيديوهات يطلعوا لواحد العدد كبير من المشاهدين، وتعم الفائده على الجميع. إلى اللقاء.